كذا قول كذا قول غير قول كذا قول كذا قول غير الله من يرعاه عالم جميع اللي يسير معاه كذا قول كذا قول غير قول كذا قول كذا قول غير الله من يرعاه عالم جميع اللي يسير معاه كذا قول غير الله من ينشلنا بالحق يجمع برها وجبلنا كذا قول غير الله من ينشلنا وبالحق يجمع برها وجبلنا وما يغربك من قال نحن قلنا ما يغربك من قال نحن قلنا بكرة بعد يشبع الساع ينساها بكرة بعد يشبع الساع ينساها الله العليم ان راينا هذا شاطر في غناوي العلم وباش عرفتي عرفت عاد وخلاص والنبي نبيتك والنبي في بيتك باش عرفتي ما نقص علينا غير السوادين يغنوا بالعلم وحياتك هذا منجر من غادي هنشديني ناء لا غير نحنا ما يجينا غير الطايح وقليل الربايح رقت حاله وشي خياله ما وطى عينا من علي بكي نين فنصت فيه وعليش تفنصي فيه قبي ترى قد ريح يستاهل علاش يرفع في عينه لا ما يستاهل غير انت اللي غالي عليك التفنيس دير فيه دوة خوك ما كم ديرين دون دون هالتفنيس خلي يستاهل اسمع الكلام الراعي يريد مدارة بشوي بشوي مدارة هاكل مدارة اسمع تعطي خطاني تعاتى يخطاني ويخليه في السعي خيلا تغير قولي خير يا مسكين هروي قدري إحرا ما تقولي يا كريم تلحظ في اللي نلحظ فيه ناتحك في اللي نحك فيه نعم نعم يا ساتر يا ساتر أشني هالحوسة كان عصمان التبارم عليه الغلم والحمار والكلاب والدنيا حايسة إن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير بلق قفلين عليه المعطن يا حاج رحيل أيوة ما يبقى إلا قفلين عليه المعطن صحيح لا 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 ما تستغربهاش بس هذا معطن جملة يا كريم يا را ما تستغرب شيء يا را في هالوقت اللي نوضي قفل مغير السابق سابق يا عثمان أنت يا زول هاو لا لا حاج نعمان جاري جاري إن شاء الله خير خير إن شاء الله يا را إن شاء الله خير تشني هالحوسه اللي ديرها لنا غادي يا حاج يا حاج انا اسقي واعرف كيف اسقي يا حاج وهذه ساقيتين وطن يا راجل يا حاج انا اسقي في الغنمات يا حاج اسقي واعرف كيف اسقي يا حاج هذه بحواسه يا راجل هذه مش سقوه هذه حوسه والله بحواسه ما تفرق بكل كلهم كيف بعضهم لا والنبي ما كلهم كيف بعضهم يا حاج ورينا عاد يا ابوي هاي الحوسه يا سيدي هي اللي حيسه من يومها باهي يا سيدي هذه وحده والاخرى والبحواسه هو المكل المنظم والمرتب وجين تقلب سفيه على ما فيه وتحط لوطي هو الفوقي والفوقي هو لوطي عذب بالله من الشيطان قول لي يا عثمان نعم يا حاج ايش تدير توي يا عثمان عايز اسقي الحمار يا حاج وما عايز اسقيه مع الفحوله ليش يا عثمان تريد تسقي الحمار هو الاولي وما تسقيه بين الفحوله عشان خايف على العيون ما يقولون يا حاج
الله عنك مجنون. لا يا راجل، قول خير يا راجل، تين احنا ما تفهمنا مع اللي بعقله يا بلي مجنون. بلك راح حتى المجنون يريد دلتا. وبعدها يودرنا في 60 داهية وتبقى ملازة يا ابوي، يلز فيها جاي وغادي، لا تاكل ربيحة ولا تشبع رضيحة، أنا قولك يا كريم. آي يا حاج آي. وش عندك أخرى من بحواسة؟ آي آي يا حاج، وما أسقي الحمار مع الكلاب. دق يا أبوي دق. وخاصة يا حاج الكلاب دي اللي تنبح مع الراي وتاكل مع الأدياب دي، يا أخي والله كلاب خوانة ساكت. وين أنت يا راعي الغنم؟ كأنك شيء ثنى الحمار ومسيب هالسعية في حيلها. عشان صاحب أمانة. تكيف صاحب أمانة. هاي أمين الحمار أمين. شايف الحمار نحط فوق منه المتعة كلها، نحط فوقه الشعير وفوقه القمح والبردعة اللي فوق داره شايفه دي متبنة ذاته، والله ما يأكل منها. أمين والله يا زول أمين. يا عثمان غير رد بالك من الحمار، راي برطع بالدبش اللي عليه. وحياتك من حاش الرعيك خطرا عليه، راهن الحمير أنواع. محالك علال هالعلن. ما يبقى إلا علال سمح. أتريد تعرفه هالعلن؟ حال الغاية والشهوة. هي ويس هي سيدك مولاك ونحن عبيدة. ونعمة بالله. أنا تعرف إيش الفرق بين الحمار السيار والحمار البطيء؟ هي تحوية البرد عراي بس. لا هذه صحيح. فيه الحمار البرطع وفيه الحمار المنجوس وفيه الحمار السيار يا حاج رحيم. أي يا حاج، فيها الحمار العضط وفيها الحمار السكاك يا حاج. أدونك يا حاج، حتى راعيك طرع عرفن. وفيها الحمار اللي يذب كده وكده تحت الحمادية يا جماعة، راه مرات الظليمة تجي على الحمار المقيد. لنقلها هذه صحيح، الظليمة تركب يا حاج. قول لي يا زول. نعم. اي شنو عاد اللي شيب حمير الفندق؟ والله يا حاج انا عارف ولكن ساكت. لا عاد قول ما عندك، علش ساكت؟ واحد ياكل حمار ياكل وحمار تاني يتفرج يا حاج. والله يا جماعة راهن الحمير هذين مرات يتعرض للظليمة. راه كيف الظليمة اللي تحكي عليها؟ مرات نحن هم اللي نبقوا مظلين. لا لا يا حاج، لا 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 لا، نقلنا لا نحن اللي ظلمين، وظلمين ارواحنا وظلمينهم حتى هن معنا. وكيف يا راجل؟ صلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه. أيام قبل شيلا فينا مع سهل ونقولوا عليه نحن الدرب. صحيح، ويقولوا عليها أخرى طريق الحمار، من نجع للبير ومن نجع للمدينة. واسمع يا كريم، وراها يمشوا معها الشياب والعزيز والوردات، وعمرهم ما قالا راه طريق الحمار هث وهمية. والله طريقه دائما ناعرة عشان ينعر فيها البقر. والله قسم يريد ينصفوا هالحمار. عشان ننصف الحمار انا قلت لك الحمار ده حمار امين. ومرات قولت اللي قال. وش قال يا كريم؟ وانتو دي ما تقولوا دا 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 دا. يشد لك اللي ما يرد لك. كيف يشد لك اللي ما يرد لك؟ يطيح على البراميل من على صفيحة ومن عند رقبته ويبقى موال اسود انمود. وتبقى يا ابوي التعانة انت والبراميل والحمار، لانك عارف ترد على البير من جديد ولانك عارف الطق في النجا. الراعي ربي 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 لعلم بالظاهر لعلم بالظاهر وبالمتخبي كلي عليها باك كلي علي كلي علي كلي علي عليها باك. الراعي ربي ربي والراعي ربي لعلم بالظاهر وبالمتخبي واللي عليه عباك
واللي عليه عليه عباك. الراعي ربي الراعي ربي الراعي ربي. حاج كان ذاك يا حاج ايش فيه؟ اختي مرعيه تبي الحقو حتى انا راهي ماش عجبتني. كان ايش دارت مرعيه؟ لا ما دارت شيء غير انا خايفه عليها يغادي شبابها وهي في ذيلها الحوش. واش تبيني ندير لها؟ تريديني نمشي للسوق نقعد ندلل بها ونبرح عليها ولا كيف؟ والله لا قلت لك دلل بها ولا برح عليها الشفاعة يا رسول الله. تو تحقي في حد جاني يطلب فيها وانا قلت لا؟ تو يجوك تو يجوك يطلبوها مغار انت عد هلوى هلوى هلوى. كيف هلوى هلوى هلوى؟ كيف هالكلام؟ ماني عارفه ليش منقبل مني ولا كلمه. اي كلمه نقولها لك ما تعجبك. كلامي عندك تقول صغار وتتحنش. منقبلني بالكل صغار وتتحنش؟ زمامير مكسرات كلام ماني عارف منين يجيبي فيه. اسمع اسمع ريتي هناك اللي قاقي وما وراه تلاقي حالك عرس هالعرس. حتى انت تقاقي وما نقبل مني ولا كلمة وما عجبتك مني ولا كلمة. باي وشني الكلمة عاد اللي تريد تقوليها؟ اطلعي بيها الثمرة اللي اريد نقولها لك. كلمة فيها ادبارة لك وفيها مصلحة لنا كلنا ومصلحة لها البنية رقدة الريح اللي تعاني في عويلي تيمة. وشني هي شني؟ توا ليل والحس عالي وما نبيش حد يسمع وسقع عليك. انت غرخ الجوة ونحكي لك ونخبرك على كل شيء. هاي 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 خش خش خش. يحفظنا صاينين شرفا
ويغرف اللي يا ما سنين غرفها ويغرف اللي يا ما سنين غرفها ويبقى بعيد وما يحق جباها ويبقى بعيد وما يحق جباها.